خصائص ساعات الفجر: معرفة وقت منتصف الليل وبداية الثلث الأخير من الليل. يتغير وقت منتصف الليل والثلث الأخير من الليل بحسب فصول السنة. ولمعرفة وقت انتصاف الليل، اضغط زر التحكم لحين الوصول إلى صلاة العشاء، ثم انتظر بضع ثواني سيظهر وقت منتصف الليل. ولمعرفة بداية الثلث الأخير من الليل، انتظر بضع ثواني في شاشة صلاة الفجر.